السلام عليكم شباب، مساكم الله طيبين. معكم اخوكم سلمان او ري فلير، جايب لكم الريكاب من اكستريم رولز 2013. زي ما تشوفون جون سينا ضد رايباك في لاست مان ستاندينج ماتش، اللي يبقى على الارض لمده 10 ثواني يخسر الشامبيونشيب او يخسر الماتش. طبعا الماتش هذا صراحه ماتش، يعني عشان اكون صريح معكم، يعني العاده انه هذول الاثنين يعني اول مره نشوفهم ضد بعض، لكن رايباك اثبت انه هو يعني بامكانه يكون في المين ايفنت، هو بامكانه يكون في التوب كارد، هو بامكانه يصارع جون سينا الشخصيات الكبار، واثبت لنا في هذا الماتش. عشان اكون صريح معكم، انا ما اعطيك رايباك، وما ما تعجبني شخصيته، ما يعجبني رايباك بشكل عام، ما يعجبني ابد، لكن اثبت لي هو انه بامكانه يكون في المين ايفنت، وبرضه بامكانه يكون شخصيه كبيره في دبليو يعني. اما جون سينا صراحه يعني كالعاده يعني مش بطال جون سينا، لكن شخصيته هي اللي بس لازم انه يحاول يغيرها، لانه صراحه بدينا نطفش منه، مو بدينا اوريدي طفشانين خلاص، يعني طفشنا في جون سينا. هو شخص انا احترمه، بس انه في الحلبة الصراحة يعني لازم يغير كل شيء، لازم يغير، لازم يجدد. انا طفشنا من كل موندي نايت رو وكل بي 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 نفس الشيء. المهم الماتش الصراحة اتوقع كان اعدى ماتش من ناحية الاكستريم، مع انه يعني اكستريم روز وما شفنا اي شيء اكستريم غير هذا الماتش. يعني احس هذا الماتش هو الوحيد اللي شفنا فيه تيبلز، وشفنا فيه مثلا يوم نط جون سينا يقال لك ميك فولي مو بجون سينا، بس انه لا، واللي قهرني شو اسمه جيار يقول انه لا مو بجيار، عفوا كينج اي جيار فيني تخبط، لا مو مش قاعد انا اقول جيري لولر، عفوا اتلخبط بين جيار وجيري لولر اللي هو الكينج، قال انه نطة جون سينا هي أعدى من نطة ميك فولي من الهرنسال. يبوي وين دز أمها على كيفك، يعني وش ذا التطبيل الزايد صراحة، وين ما ما ما, ما تجي ذي. ميك فولي أصلا هو أعدى إكستريم رسلر في التاريخ يبوي، أما تقارن جون سينا بميك فولي ما يصلح، يعني ما يصلح أبدا تقارن، يعني غبي يعني بهالدرجة، يعني غبي. بس أتوقع إنه فينس ماكمان كان ورا المايك قاعد يقول له وش يقول، ولا ما اتوقع ان كينجي راح يقول هذا الكلام. المهم يعني شو اسمه، شفنا حاجات يعني ممتعه من ناحيه انه يوم قاعدوا يرمون بعض على التيبلز، وبرضه يوم مثلا جون سينا سوى له زي السبير على الباركيد، الصراحه يعني شيء حلو. اتوقع انه هو كان اكثر ماتش اكستريم مقارنه بالماتشز الباقيه. بس اقول لكم شيء واحد خرب الماتش كله، يعني بعد كل التعب اللي سووه، نهايه الماتش يعني نهايه غبيه صراحه. يعني مفروض انك تكمل، يعني وش اللي ليه ما تكمل؟ الحكم المفروض تشوفهم كلهم اثنيناتهم على الارض، تعد 10 ثواني، اذا كلهم ما قاموا خلاص يعتبر تعادل، جون سينا يبقى مع الشامبيونشيب. بس يعني يبقى هذا الماتش يعني له كيف، له فيه نتيجه، لكن باللي سووه دبليو ما له نتيجه ابد، ما له نتيجه. والصراحه عجبني انه كيف رايباك شل جون سينا ودخل به في الجدار هناك، صراحه شيء مره 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 ذكرني كرتانجل وشين ماكمان، بس انه يعني ابدا ما يتقارنون فيهم. شين ماكمان وكرتانجل الماتش حقهم ذاك كان اعدى من هذا الماتش بكثير. بس انه يعني صراحه اشوف شيء مره 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 غبي، خلاني انقل انه خلاص كان الماتش، يعني اتوقع كان الماتش راح يكون احسن ماتش في البي بي بي، بس انه نهايته خلوه يصير ماتش فاشل. يعني ما ادري، بعض احيانا الكاتبين وفينس ماكمان والناس اللي يفكرون يعني بالنهايات الماتشز، بالنهايات الستوري لاينز، الصراحه ما يفكرون يعني باللوجيك، او ما يفكرون يعني كيف اقول لكم، يعني ما يفكرون بالعقل، بس كذا اي شيء، يعني احيانا ما لها معنى.
بعض الأحيان في سيناريوهات في نهايات الماتشز ما لها معنى، أو يعني يخترعونها، يخترعون لها نظام أو قانون جديد فجأة كذا. ف يعني ما يحق أنه توقفون الماتش ولاست مان ستاندينج. طب وش معناته؟ يوم بيج شو سوى تشوك سلام لجون سينا على الـ على الـ الكشاف هذاك او زي شو اسمه زي الكشاف الكبير كبير مره يعني كذا مدور، راح تشوفونه على ستيج كالعاده تشوفونه. يوم سواها توقع في 2009 هي كانت. وش معناتها ما وقفوا الماتش؟ لان يعني جون سينا راح فيها، ليه ما وقفوا الماتش يعني؟ فشيء غبي، انا اشوف شيء غبي مره. وفي حاجات كثيرة صارت أعدم من كذا، يعني أعدم من هذا الماتش، لكن ما وقفوا الماتش، قاعدوا يكملون. فصراحة أنا أشوف أحيانا يعني دبليو لازم يفكرون كثير، لأن خلاص خلاص ترى الجماهير ما عندهم، صاروا أغبياء، يعني ما هم أغبياء، يعرفون يفكرون، يعرفون يشوفون إنه هذا غلط وهذا صح. فأتوقع إنه لازم يفكرون قبل لا يسوون أي شيء غبي زي هذا. المهم أتمنى تعطوني أراكم على هذا الماتش. كان معكم سلمان، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.